اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح لارض الملعب، زميلنا كريم احمد هناك ولقاء مع الكابتن طارق الغنام مدير اداري الفريق. اتفضل يا كريم. مجال التحيه ليك من جديد كابتن هيثم السعيد، كل جمهورنا طبعا ومشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد طبعا بنهني النادي الاهلي النهارده على هذا الفوز، لكن طبعا هنتكلم في كل الامور دي طبعا مع كابتننا الكبير الكابتن طارق الغنام. طبعا برحب بيك كابتن طارق في البدايه، ويمكن النهارده طبعا المباراه في المستطاع، لان انت عارف طبعا بيكون في الجيم الفريق اللي قدامنا بيكون اقل مننا شويه، الراجل بيحاول يجرب عدد كبير جدا من اللعيبه، لكن بشكل عام النهارده شايف الجيم ازاي كابتن؟ يعني اول حاجه بقول الحمد لله طبعا المكسب. طبعا يعني هو عندنا بس اربع خمس اصابات، ف احنا 12 لعيب بالظبط، فيا دوب بيتوزع المجهود على قد ما يقدر كابتن جوستي طريقته واسلوبه يعني. ف طبعا يعني في مستوى احسن من كده، وهو بس مش يعني انت الماتش عشان بس الماتش ايه عايز اقول لك ايه يعني ماشيها ان هو بس نحافظ على اللي احنا فيه. عندنا ماتش ان شاء الله يوم الجمعه معاهم هناك تاني، ان شاء الله الدنيا تبقى شكلها احسن من كده، بس في المجمل الحمد لله يعني نحافظ على اللي احنا فيه، دي اهم حاجه يعني. بره الفنيات يا كابتن طارق الحقيقه يعني يمكن اشدنا باجوستي الحقيقه الفتره اللي فاتت، ويمكن هو فتره صغيره جدا، لكن لابد ان احنا الحقيقه نشيد بالكابتن طارق الغنام، نشيد بالدياستي، نشيد بالجرح، لان لولا الانسجام الكبير اللي فيه اللعيبه اللي جايه من الخارج، لو ما فيش كبار ونجوم بحجم كابتن طارق الغنام وكل النجوم دي ما كناش هنشوف الهرمون الكبير ده. تتفق معايا في هذا الكلام ولا لا؟ والله احنا يعني بنحاول نعمل اللي علينا. طبعا كابتن اجوستي عامل شغل، طبعا يعني كنت عايز اقول ان في قبل وكان في مدربين برضو عاملين شغل، والوضع مش جديد او مش غريب، لا بالعكس، هو سنه ورا سنه الفرقه كانت بتتبني بقى لها فتره، الدنيا ماشيه كويس الحمد لله. احنا يمكن رامي واحمد الجرحي صراحه قايمين بدور كويس جدا، ودي حاجه كويسه. اداريا الحمد لله الدنيا متظبطه الى حد ما، يعني الدنيا الحمد لله ماشيه، هي اما تبقى المنظومه كلها في ظهر بعض الوضع بيبقى مختلف يعني الحمد لله رب العالمين. وده كنا يعني طول عمرنا واخدين عليه من النادي الاهلي، يعني على طول الناس في ظهرنا، على طول الناس الطلبات موجوده ومجابه، ويعني بشكر النشاط الرياضي طبعا المجلس على الوضع اللي احنا فيه فعلا، لان هو هم ليهم دور كبير جدا. يمكن اي حاجه صراحه بتطلب بتحصل من غير كلام من غير، فيعني ان شاء الله ربنا يكرمه والدنيا تكمل على خير باذن الله رب العالمين. شكرا كابتن. شكرا بنشكر اكيد كابتننا الكبير كابتن طارق الغنام طبعا على هذه التصريحات، وان شاء الله باذن الله القادم افضل للنادي الاهلي، واستمر الحقيقه النادي الاهلي بالقياده الفنيه الرائعه والمميزه مع اوجستي بوش المدير الفني لفريق النادي الاهلي في حصد الانتصارات، والموسم ده ان شاء الله يكون موسم حافل ومليء بكل الانتصارات لكره السله بالنادي الاهلي.